يزيدك يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيم. الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صحيح. يتيم. الله عرفت كيف؟ واختار له الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات اليتم ليكون لحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله. لماذا؟ يعني اولا يعني قالوا لان الله اختار له اليتم حتى يتولى هو بذاته تربية محمد صلى الله عليه وسلم ورعايته ونشأته سبحان الله. هذا الأمر الثاني حتى يعرف هموم اليتامى ويعرف يعني سبحان الله يعني حالهم ووضعهم فيتواضع صلى الله عليه وسلم. صحيح. أزيدك واحدة يا شيخ. هات 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 يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كفى اليتيمين. الله أكبر الله أكبر. هذه كثير من الناس ما ينتبه لها. من اليتيم الأول؟ اليتيم الأول أنس بن مالك. أنس بن مالك كان أبوه كافر ولم يسلم وكان يحاول أن يثنيه على الإسلام فمات مات على الكفر. فتزوجت من؟ أم سليم أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري لما خطبها وكان كافر رضي الله عنه قالت والله مثلك ما يرد كريم وما شاء الله وحسن الخلق ومؤدب كل الصفات يعني طيب جميلة فيك إلا شيء واحد إلا أنك مشرك وأنا لا تزوج مشرك فإن أسلمت فمهري الإسلام. يا سلام. الله يا سلام. أبو طلحة ما تردد على طول أسلم. الله. فكان مهر أم سليم إسلام. إسلام. أبو طلحة. إسلام أبو طلحة. الله. فكان يقال أغلى مهر مهر أم سليم. الله 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 الله. فجاءت بأنس كان عمره تقريبا 6 أو 7 سنوات وقالت يا رسول الله يعني دعه عندك يخدمك وتعلم وتربى ويعيش الله. في بيت النبوة. الله أكبر. فتربى في بيت النبوة. الله. هذا أنس رضي الله عنه. على فكرة يعني بس على طال الصدقات لما يعني أبو طلحة لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فأنفق يعني مزرعته وهي أغلى ما عنده. الله الله الله. فلما جاء أنا سبحان الله كنت أتعجب أقول من هي المرأة هذه حتى لما قرأت عنها عرفت أنها أم سليم. أم أنس أم سليم هذه. قال هيا يا أم سليم اخرجي قد بعنا المزرعة لله ولرسوله قالت ربح البيع ربح البيع. الله الله. ما قالت ليش وشلون بعضهم يقول خربت بيتنا الله يخرب بيتك تدعي على زوجها لو يبيع شيء غالي هذا اللي قاله النبي. هذا بيان رابح أصلا. نعم ذلك بيان رابح لش اسمه الله أبو صهيب. الشاهد اليتيم الثاني من هو؟ اليتيم الثاني اللي في حديث مشهور لما أكل وكانت يده إيش تطيش في الصحفة. صحيح. قال إيش يا غلام سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من هو هذا الغلام؟ الله. هذا الغلام عمرو بن سلمة الله. أبوه أبو سلمة وأمه أم سلمة. أم سلمة أخته أبو سلمة أخوه من الرضاعة. الله. فتزوج زوجته لما مات. نعم. قصتها المشهورة. صحيح. وكفل عمرو بن سلمة كفله النبي صلى الله عليه وسلم فكفل بذلك يتيمين أيضا وكفل برة ابنة أم سلمة. وكانت برة هذه عجيبة يا دكتور خالد. أسلم. قال ائتيني بماء حتى أعلمك الوضوء. الله أكبر. فجاءت بالماء فأخذ من الماء نضحة فنضح به على وجهها. وكانت ملاحة جميلة كل من نظر إليها سرت. وبلغ عمرها 80 سنة وكان وجهها وضاء وكانت تطوف بيوت المدينة وتعلمهم وضوء رسول الله وكانت من فقهاء المدينة 7. الله 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 الله. هذه برة ابنة أم سلمة رضي الله عنها.